حاولنا باش نستدعوا بعض اللاعبين اللي تألقوا معناتها في البطولات اللي نشطوا فيها البرة، وان شاء الله معناتها في الفتره الجايه زاده كيف كيف ان شاء الله تتيح لنا الفرصه. ثم العديد من اللاعبين اللي في تونس زاده كيف كيف متالقين، بوم ما تمكناش باش نستدعوهم في المره هذه، لكن ان شاء الله المره الجايه معناتها نستدعوا. سي بيان توجور سو راسمبل افيك ليكيب ناسيونال. Il y a des joueurs qui viennent de réintégrer l'équipe nationale. C'est une façon de faire un peu un revit d'effectif. Donc ce qui est bien, c'est que ça va être un match intéressant parce que le Pérou, c'est une bonne équipe qui joue bien au ballon. Donc ça peut être un bon test pour nous parce qu'on a des échéances qui arrivent en juin et c'est bien de faire ce genre de match. الجروب الجديدة دخلت للمنتخب صحيح بعد الكوب دافريك، يلزمنا معناها نزيدوا نشوفوا جواريات اخرين ينجموا يعطيوا الاضافة كما لسعد النويبي. ان شاء الله معناها فما جواريات معناها ما لقاتش حظها، ان شاء الله معناها البريود هذه تاخذ حظ. Ça fait toujours plaisir de revenir en sélection. Ça fait un moment que je suis pas revenu. Je suis très content de participer à cette convocation et j'espère mercredi jouer et essayer de montrer un petit peu. Ça va être un bon match amical avec des joueurs comme Farfan, Pizarro, Guerrero qui jouent en Allemagne. Ça va être un match très important pour nous. C'est l'Amérique latine, c'est une autre qualité de football, plus de technicité, barça vivacité. فيها العديد من اللاعبين زاد ينشطوا في بطولات اوروبيه وفي نوادي كبار في المانيا وثم في ايطاليا زاد. ان شاء الله معناتها نشوفوا بعض اللاعبين اللي استدعيناهم. بون سي فري معناتها عندنا نهارين وماهوش بالامكان معناتها باش تكون الحكم قطعي عليهم اللاعبين هذوما، مي ان شاء الله بشويه بشويه يدخلوا في الامبيونس نتاع ليكيب. الدفاع المنتخب متفطن، خليل شمام جهة اليسرى لدفاع المنتخب الوطني التونسي، الضغط موجود من المنتخب البيروفي في اللحظات الأخيرة من الفترة الأولى، يجبر المنتخب الوطني التونسي على تصعيد الكرات والكرات الفضائية تحديدا، يتسهل برشا مهمة دفاع المنتخب البيروفي في هذه الدقائق الأخيرة من الفترة الأولى بين تونس والبيرو. فارغاس يرجع ليوتون، الضغط من الأسعد اللانويوي، كرة للمنتخب الوطني التونسي، تمر الكرة داخل المنطقة والتصويبة والهدف، والهدف من وسام يحيى. وسام يحيى يستغل خطأ في دفاع المنتخب البيروفي ويسجل أول أهداف المباراة في 44 دقيقة من الفترة الأولى. وهذا اللي حكينا عليه، أنه لاعب يعني ارتكاز كما نقولوا، لاعب وسط ميدان. قلنا أنه وسام يحيى كل مرة قاعد ياخذ في الكرة، سيستم الملاوغات قاعد يعطي في الكرة. ثمينة شوف كيفاش ضغط الكرة عند النويبي، ما تحكمش فيها، لكن يجي وسام يحيى من خلف يضغط على حامل الكرة، يفتكه بتسديدة ممتازة جدا، يغلط حارس المرمى. وسام يحيى بصراحة من مقابلة الجابون قدم أداء ممتاز، هو والسايحي في الخطة هذه زوج لاعبين ارتكاز أمام التراوي قادرين أنهم يعطيوا نفس آخر للمنتخب. هذاك علاش قلت أن الضغط العالي على حامل الكرة قادرين أن نكونوا أقرب لمناطق المنافس وأن نحكسوا الفارق. المشكل الكبير أنه الظاهرين هم ما لقيناهمش اليوم، ما خلقناش تفوق عادة على الأطراف. تعرف كي تلعب يعني بثلاثة لاعبين ارتكاز لازم يكون عندك ظاهرين قادرين أنهم يصعدوا ويخلقوا التفوق عادة على الأطراف، وهذا اللي ما شاهدناش اليوم. أما صعب جدا نادر خاصة بالنسبة لخليل شمام مع وجود زوج لاعبين في قيمة ويسرا ميريز لاعب كورونثيانس البرازيلي وروبرتو كارلوس، صعيب ياسر باش يطلع يوسف خليل شمام على الجهه اليسرى. لا وقت يبدا ثم مساندة من اللاعب اللي واقع على اليسار كما تو صابر خليفة، شوف حتى على الصورة تو تشارك صابر خليفة أصبح هو يتبع في اللاعب اللي واقع على اليمين، شوف حتى شمام ضغط وصابر خليفة أصبح خلفه. هذايا تبادل المراكز، هذايا أنه اللاعبية تساعد بعضها، يعني ما عادش ثم احترام للمراكز، لأنه الأهم هو أنك تاخذ تفتك الكورة. صحيح فما ضربة جزاء، ويبدو لي صحيحة، ضربة الجزاء بصفرة الحكم الغاني فليشر سيسيل أنتوني. فما مسك داخل المنطقة، خطأ من كريم حكيم، يتفطن الحكم الغاني لهذا الخطأ، هذه الإعادة يبدو لي فماش مسك، كأني بين فماش مسك نادر في اللقطة الأخيرة، صعب جدا الحكم عليها، اللقطة سريعة جدا، كان يريد يدين كريم حجي مرفوعة للأعلى، هذه الإعادة يعني. لا موجودة، موجودة مسك على الكتف اليسار، موجودة اليد اليسرى واضحة، فما مسك، شفت على رمي التماس، يعني في التماس في التماس ما كناش نتمديه كما ينبغي، وأكيد اللاعب صنعة كبيرة يربح ضربة جزاء. كلاوديو بيتزارو نجم المنتخب البيروفي في تنفيذ ضربة الجزاء، بيتزارو والهدف الأول للمنتخب البيروفي، كلاوديو بيتزارو يمضي أول أهداف منتخب البيرو، التعادل هدف مقابل هدف، جزء أهداف
في الزوز دقائق الاخيره في 44 و45 وسام يحيى في 44 وكلاوديو بيتزارو في 45 ادى ضربه جزاء دوز اهداف في نهايه الشوط الاول. ماهوش مسموح يعني ماهوش مسموح في قاعد يشوف وبعده عندنا 43 ايام قبل الماتش ان شاء الله بيكونوا كيك خراب لبعض ونعملوا حاجة بايش زي قبل تصفيات مونديال وكاس افريقيا منتخب ما يحضر منتخب مش من افريقيا منتخب بيروبي من امريكا اللاتينيه هذايا اسكو عاوننا اليوم معناها باش نعرفوا الاغلاط نتاعنا كوميون معناها مش كتعرف كيما ادفرسير افريقيا بيان سور راك تشوف منتخب بيرو اليوم تبارك الله معناها عنده مشوارات معناها محترفه تلعب في فرق اوروبيه كبيره حتى توا توا ليكيب ناسيونال تاع افريقيا زاد يلعبوا في جوائز تلعب في اوروبا كيف كيف ان شاء الله. المهم لعبنا ماتش اميكال عملنا ماتش باهي 1-1 كنا نجمو نربحو لكن ان شاء الله قاعدين نتحسنوا بالكتاف ونلعبوا تاعنا ومعنا الوقت ان شاء الله باش نعملوا حاجه مهمه. ميرسي على الماتش. تونيزيا يور فيلينغز Very good. I'm really happy to play here. It was a good game for both teams, I think. We did a good game. We prepared for the qualification game against Colombia, and that was our goal today. How did you find the Tunisian team tonight? It's an important question. Yeah, well, I think they have a good players. I know some of them because they play in Germany. But the important thing is that we make a good game, and for us it was very important to draw. Today we wanted to win, but it was a good game for us. They fall شوية في الكالندري ولا إنه صعيد لبحر. ضروري إن نجتمعوا أمور مرة في الشهر معناتها باللاعبين المحليين. نعمل 3 أو 4 أيام معناتها اللي نحاول نلقاو شيء معناتها مقابلة دولية ودي. لكن ضروري معناتها باش تصير دراسة أمور بالنسبة للاعبين اللي يشتغلوا في